انطلاق بطولة القسم الثالث، سنستضيف اللاعب الكبير محمد بلا. محمد بلا سبق له لعب في القسم الوطني الأول هواة على مستوى النادي القصري، على مستوى شباب العريش وفرق أخرى، والآن شنو يمكن تقولنا على التواجد ديالك مع فريق السلام القصري اليوم وخرجوا بهذا التعادل؟ ان شاء الله دايما على حساب نطلع قسم ثاني هوات، على حساب كل شيء موفر، المكتب موفر كل شيء، وان شاء الله طلبوا لنا نساعد معهم هذا العام هذا بالصعود ان شاء الله في القسم هذا. والدراري بزاف كانوا في النادي القصري ولا السلام القصري، اذا خصهم كيحبوا هذا الفريق هذا. كيحبوا هذا الفريق هذا. وشنو كنت تقول لنا على الشيخ حميد الوردي المدرب؟ مدرب تبارك الله مستواه، وسبق لي لعبت مع كان نادي قصري، هذا كتعرف هاد. وكي جاتك المباراة اليوم مع لا افش العرائش؟ لا بزوج فرق احسن، عطاو العطاء اللي عندهم، انت كتشوف نتمنوا ليهم ولا حنايا اللي طلع هو هذاك، كنا خوت كنا. شكرا هادشي اللي كاين. شكرا لك.